المجرم ادانا مهله 24 ساعه. عايز حاجه؟ انا مش هسيب الموضوع ده الا مالي. لمست شعره من اللي صالح حقلها. اوعى تنسى انك راجل قانوني. لا يستحيل اعمل حاجه تجرح صنمك. محتاجك خدمه. بس انا كنت عايزك تعالى. علي مش هقدر اخليك تعالى. اللواء هيسحب منك القضيه. اتكلم غصب عنك. عايز يحسسنا بالعكس. هوصل بس في الوقت المناسب. انا محترمه غصب عنك. انت ام فاشله. وانت ربنا هيامرنا تقوم بالسلام. اسال الله رب العرش العظيم ان يشفيها يا رب. الفيلم خلص يا دكتور. الدكتور صبري استشفى. الامل الوحيد ان احنا نوصل له قبل المهنه ما تخلص. محمود عمل ايه لما عرف؟ خرج وما رجعش. ممكن نبص على البيت؟ ناصر. انا ههد الدنيا فوق دماغك. عملت اللي انت عايزه. البنت دي شاربه حاجه؟ انا مش شاربه يا باشا، بقول لك جارتي. الريحه دي شمام. عمر بسرعه. سمعت عن الانفجار اللي حصل في طرة؟ بيرجو عايزني اقتله. الاقيه فين؟ معرفش. سيب لنا الطلعة دي. سيب عليا انا المرة دي. وكل اللي عندنا قلته لزميلك. انا متوتر جدا. يا باشا اقول لك على كل حاجة. انا مش مجنون يا راجل. ما تضيعيش وقتك ووقتي. تعرفي ان شكلك تجمل وانت زعلانة؟ على فكرة اللون ده يجنن عليكي. ايوه انا قريب منك وشايفك. انت وقفتي دلوقتي وبتبصي حواليكي وبتدوري عليا. ايوه انت كده قربتي. كمان لا مش ده ولا ده. وعلى فكره انا شكلي مش وحش قوي كده ومش ده كمان ولا ده. ومش معقوله اكون ده. معقوله مش عارفه تتخيلي شكلي بعد كل الكلام اللي اتكلمناه ده. مش لازم تدوري عليا حواليكي في المكان، ممكن برضو تدوري عليا بره. شاطرة يا ليلى، قربتي جدا. ايوه لحظة معايا، في حاجة؟ أنا آسف. كويس انك اعتذرتي له عشان ما يبقاش شكلك وحش. مش هتشوفينا غير لما اقرر انك تشوفيني يا ليلى. انت عايز مني ايه؟ انا عايز اعرف مكان عمر. انا ما اعرفش مكانه. ليلى كلميه وقولي له انه وحشك واساليه عن مكانه. انت بتعمل كده ليه؟ هكلمك بعد 5 دقايق. هات سيجاره. بلاش يا باشا، انت ما صدقت ان ربنا تاب عليك منها. اقول لك هات سيجاره. لا سعادتك قلت لي ما تدينيش لو انا طلبت منك. طب يلا 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 دلوقتي. ايه ده يا ليلى؟ من امتى تشربي سجاير؟ اللي ما عملتيه وقت الصياعه والجامعه. جاي دلوقتي تشربي سجاير؟ سيبك من السجاير، ضررها اكتر من نفعها. ده لو ليها نفع اصلا. كفايه يا ريم ارجوكي. يا حبيبتي انا قلبي عليكي. عمر لو عرف انك بتشربي سجاير هيقفش عليكي. كفايه يا ريم بقى، كفايه كفايه. اسكتي بقى. في ايه يا ليلى؟ Thank you.
هكذا وقد استمرت جهود وزارة الداخلية لمحاولة الإيقاع بالمجرم المختل عقليا والذي قام باختطاف سيادة اللواء صلاح أمس. ومن ناحية أخرى تستمر جهود وزارة الداخلية. لا مش هينفع أنزل دلوقتي، قدامي شوية حاجات كده لازم أخلصها وبعدين أنزل. طيب اديني ساعة كده وارجع أكلمك. ماشي سلام. مقالك على الموقع عامل كومنتات كتير جدا، بالمناسبة بقى أنا قريته وعجبني. ده شرف ليا يا فندم. أنا بقول رأيي مش عايز تريقة. تريقة؟ شايفني بتريق؟ أنا عارف إن رأيي ما يهمكيش أصلا. بالعكس رأيك يهمني، بس بقلق بقى لما بيعجبك اللي أنا كاتباه، لأن دماغك رايحة في حتة كده ما بحبهاش. بس المرة دي بقى أنت جيت في منطقتي. الفرص في الدنيا قليلة، ودي بقى فرصتي إن أنا أجيب جون ومش هضيعها. مفيش فايدة فيك، مش هتتغيري أبدا. ما أصل مفيش حد بيتغير، واللي بيتغير بيتغير للأسوأ. ألو. أيوة جيهان، عجبني كلامك عن أدهم الشرقاوي. وأنا ما يهمنيش رأيك. آه يبقى شوف حد غيرك أكلمه بقى. وأنا ما قلتش إن أنا مش عايزة أتكلم معاك. مفهوم. المهم إن أنا بعتلك رسالة. فتحتها بس مش فاهمة حاجة. هتشغلي دماغك يا جيهان. ايه ده؟ فكري. ما عنديش وقت انا ضيعه في التفكير. قولي انت ايه ده؟ الو. وهاب كان سيد سهل بالنسبة له، استغل رغبته في الانتقام واستخدمه في تصنيع القنابل. ما اكتفاش انه قتله، موته موتة بشعة. طبعا لانه شافه وعرف شكله وهو مش عاوز يسيب دليل وراه. خلينا نعترف انه كذب جولة، بس الحرب لسه ما انتهتش. بس دي مش اول جولة يا ناصر. ولا يهمنا، احنا وراه ومش هنسيبه. هو احنا نعرف عنه حاجة؟ شكله ايه؟ ملة اهله ايه؟ ملة اهله ابن كلب مجنون، ما يفرقش حاجة عن النسوان اللي بتقطع جوازاتها بالصواتير. يفرق يا ناصر. المجرم نام ما يرتجلش. كل اللي بيحصل دلوقتي سيناريو بيكتب فيه من 5 سنين. الو يا ليلى. حبيبي تليفون جه في وقته. ليلى سامعاني؟ ايوه يا عمر انت كويس؟ طمنيني عليك. انا بطمن عليك انت. هقول لك ايه يا ليلى، مجرم اللي بندور عليه عمل جريمه جديده، مفيش حاجه تانية اقولها. اكلمك بعدين. سلام. معتصم انا عايزه اطمن على احمد، ارجوك سمعني صوته بس واقفل على طول. ارجوك يا معتصم. الو. ايوه يا ليلى. انا بكرهك ومش عايزه اسمع صوتك تاني، ولعلمك بقى انت مش هتجبرني تاني اعمل حاجه انا مش عايزاها. انت بتخليني واحده تانية، بتخليني شخصيه انا بكرهها وما بحبهاش ولا يمكن تكون انا. انت ما بتردش ليه للدرجه دي؟ بيحب عمر؟ انت مالك، انت بحبه ولا ما بحبوش؟ وانت نجحت انك تخليه يحبك، بس مش لازم انت تحبيه. ما لكش دعوه خالص بمشاعري. بقول لك ايه، الكلام على الموبايل مش هينفع، احنا لازم نتقابل. انا عايز اشوفك الليله. انا مش عايزه اكمل المشوار ده، انا انسانه بسيطه ومش قادره على التوتر ده، انا اعصابي مش مستحمله. ما تنسيش انك وقفتي في المحكمه ضد عمر لانه ظالم، ولولا وظيفته كان زمانه مرمي في السجن. انا بكرهك ومش بطيئك ومش عايزه اشوفك ومش عايزه اكمل. لو عرفتي مين معايا يا ليلى هتيجي جري. ماما حبيبي. يا احمد انت كويس؟ حماده هيبقى كويس طول ما امه بتسمع الكلام. مش هختبر ذكائك يا ليلى، لو عمر اخد خبر او الداخليه او اي حد بالمعدة انت عارفه ايه اللي هيحصل. Thank you.
يا اسطى يا اسطى يا معلش يا معلش يا هنعمل ايه دلوقتي؟ لو فضلنا العمر كله بصينا على الموبايل ده مش هنعرف مكان اللي هو صالح. واحتمال ما يكونش موجود هناك اصلا. اللي احنا بنشوفه ده يا عمر مش لايف. في فرق ساعة تقريبا بيننا وبين اللي بنشوفه. عمر الحق سيادة اللي هو هرب. يعني هرب من ساعة؟ تقريبا. طب هو فين؟ ما تكلمش ليه؟ مش مهم هو فين، المهم انه مش تحت ايده. مش تحت ايدنا احنا كمان. انا متاكد انه هيكلمنا. الو؟ ايوه يا عمر، انا ريم صاحبه الكافيه. معلش يا ريم، كلميني بعدين. الموضوع بخصوص ليلى. مالها ليلى؟ معتصم اخذ الولد ورفض يرجعه لها، وانا خايفه انها تتهور وتقتله. انت بتقولي ايه؟ ليلى اشترت طبانجه يا عمر. طبانجه؟ طب هي فين دلوقتي؟ ليلى في الكافيه، بس حالتها مش طبيعيه، ضروري تيجي بسرعه قبل ما تتهور تحصل مصيبه. طب خلي عينك عليها، ما تسيبهاش لحد ما اجيلك. الحب بهدله. دول يا نصر، ده ليلى هتعمل مصيبه. مصيبه؟ ربنا يا عم يهني سعيد بسعيده. يا عم بتقولي اشترت طبانجه وعايزه تقتل طليقها. ايه ده بجد؟ طب يلا روح لها بسرعه، ولو في اي جديد هبلغك بيه. انا هاخد تاكسي واطلع على البيت، ولما تخلص حوارك عدي عليا. انت مين وعايز ايه؟ انا اللي هو صار اللي هو انت هتشتغلني وانت فكرني مش هو انا عميت عن اللي هو بالذمه ده شكل اللي هو خلاص خلاص انا هذا عادي بس معلش ابو صوتك تعبان قوي تعبان ومش قادر اتكلم في حد بيطاردني انا محتاج بس اتكلم في التليفون تليفون ايه وبتهدر يا عم بقول لك ايه هتجيب لنا مشاكل الموبايل ما فيهوش رصيد اتوكل على الله من هنا اتوكل على الله من هنا يا عم اتوكل على الله من هنا بص ايدك ما تجيبلناش البلاوي ايه ده ايه البلاوي اللي بتحدف علينا دي عقل مزاجنا بقى ليلى ريم كلمتني قالت لي انك عايزه تقتلي طريقك طبعا انا ما صدقتهاش بس قلت دي فرصه اجي اشوفك معلش يا عمر انا مودي وحش قوي النهارده وكنت همشي اصلا مش هقدر اقعد وانا كنت فاكر ان احنا قربنا من بعض وان لو في اي مشكله هبقى اول واحد اعرفها انت مشغول في شغلك يا عمر ليلى مفيش اي شغل اهم منك في حاجات انت ما تعرفهاش عني معلش انا عارفه ان ده شيء مزعج شويه في بدايه اي علاقه بس ايه انت مش واثقه فيا ولا ايه بالعكس انا واثقه فيك لدرجه اني ممكن اسلمك حياتي بس في حاجات مش هقدر اقولها لك دلوقتي ليه سيبني بس احل مشاكلي لوحدي يعني وانا اقف اتفرج عليه ما اعملش حاجه ليلى انا حاجه معاك المعتصم وحليه يرجعك يا بنك فوق التكشيره اللي على وشك ماشي ماشي بس لحظه واحده اروح الحمام وارجع على طول اللعبه مش شغاله يا انا وريني حبيبتي دي عايزه بطاريات خلي بابا يجيب لك وهو جاي خدي تحت امرك يا حبيب قلبي بابا هو فين بابا ده السلام عليكم وعليكم السلام منوره يا حماتي انت هنا انتوا عرفتوا مكان اللواء فين يا ناصر لا لسه ايامكم بقت وحشه قوي احنا على ايامنا كان اللواء ده بيضرب له تعظيم سلام في الشارع
مش يخطفوه. الدنيا بقت فوضى. فعلا الدنيا بقت فوضى. خلي بالك على نفسك بقى يا حماتي، عشان الخطف دلوقتي ما بقاش يخص الاوقات بس، بقى يا عم. مفيش حاجة يا ماما. أنا مش عايزة أتدخل في حياتك، بس يا حبيبة قلبي لو عندك مشكلة ما تخبيش علي. طمني يا ماما، أنا لو عندي مشكلة مع حد هتكلم فيها مع الحد اللي عندي مشكلة معاه. عايدة أنت بنتي وأنا بفهمك من نظرة عينك، مش محتاجة ولا كلمة. مفيش حاجة يا ماما، الموضوع ببساطة أنه مش كل الرجالة زي بابا. بقولك إيه، انتي مش عشان خاطر متضايقه مع جوزك تطلعي قرفك عليا انا. هو انا عملت ايه؟ انتي المصره تتدخلي في حياتي. يا حبيبه قلبي انا خايفه عليكي، خايفه على البيت ده، خايفه عليه منك، من الغضب اللي جواكي، خايفه عدم سيطرتك على جوزك يخرب البيت ده. بصي انا قلت لك الكلمتين اللي عندي وهقوم امشي، انتي حره بقى. ايه القرف ده؟ ليلى، 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 ايه اللي بتعمليه ده؟ مش عايزك تزعل مني. انا مش زعلان منك، انا خايف عليكي. انت فين؟ انا حياتي متلخبطه يا عمر، مش هقدر اشرح لك. ما تعمليش حاجه تندمي عليها، انا بحبك يا ليلى. وانا بحبك، بس مفيش بس، انا بحبك وكل مشكله ليها حل. انا مش عايزك تتعذب بحبي، ابعد عني يا عمر، انا مش ملك نفسي. ليلى، ليلى، البيت بقى بالنسبة لك استراحة، فندق، تيجي تاخد دش وتاكل وتغير هدومك وتخرج غير ما تسأل احنا عاملين ايه ولا عايشين ازاي. متهيألي لو كان عندك مكان تاني تروحه كناش هنشوفك. مفيش داعي للكلام ده، انتوا اغلى حاجة عندي في الدنيا. بذمتك انت مقتنع باللي انت بتقوله؟ يعني انت مصدق الكلام ده، انتوا اغلى حاجة عندي في الدنيا؟ انا متهيألي ان انت من كتر ما بقيت تكذب بقيت بتكذب وانت مش واخد بالك. جرايا عايدة، في ايه مالك؟ انا لساعات بحس ان انت فاضية ومراكيش حاجة تشغلك، مستنيني لما ارجع عشان تتسلي عليا. لازم تفهمي ان انا منقول مكان ده جديد، يعني محتاج اثبت فيه وجودي، واول قضيه اشتغل فيها صعبه، يعني المفروض تقفي جنبي وتساعديني مش توتريني. انا طول عمري بساعدك يا ناصر، انا متهيالي مفيش حد في حياتك وقف جنبك قدي. وانا ما انكرش، بس انا دلوقتي ما عنديش حاجه ارغي فيها معاكي. عايزاني اقول لك ايه؟ اقول لك اني كنت هموت من ساعتين في انفجار قنبله، ولا احكي لك على البلطجيه اللي ثبتوني وخدوا مني طبنجتي واضطريت اتعامل معاهم باسلوبهم عشان اعرف ارجعها، ولا اقول لك اني مستني رصاصه من المجرم اللي بندور عليه في اي لحظه؟ بس انت برضه يا ناصر مستكتر حتى انك تسمعني وانا بشتكي. برضه مصممه تحكنيني عليا في الربع ساعه اللي قاعدهم معاكي؟ بصي انا غور من وشك، يمكن لما امشي تبطلي ندم.
ساعات ساعات وساعات ساعات أحب عمري وعشقي حاجات. مالك يا بيرو؟ أنت ما اتكلمتش ولا كلمة من ساعة ما خرجنا. زعلان يعني عشان خدوا رخصك؟ الموضوع ده انتهينا منه خلاص يا شاهين. طب امال في ايه؟ مالك؟ عندي مشاكل كتير. مشاكل؟ هي المشاكل دي يا عم بتظهر فجأة كده؟ حاجة زي كده. انت عارف ان انا أول مرة أشوفك في الحالة دي. معلش بس لأول مرة اتحط في موقف زي ده. موقف صعب أوي. معلش يا بيرو ما تزعلش. في حاجات ما ينفعش فيها ما تزعلش يا شاير. لازم نواجهها. مضروب بالرصاص. مضروب بالرصاص؟ طب ايه؟ النبض ضعيف. مفيش نفس طالع. عايز اشعه الصدر بسرعه. وبلغوا العمليات ان هي جايه في الطريق. مضروب تعالى. قبل 100 سنة يا برنس. ميرسي يا عزيز بيه. بعد إذنكم برد على الموبايل. اتفضل. أخبار مش كويسة يا بص. حسن. قالت لهشام المصري إن إحنا عايزين نقتله. عظيم. البت دي هايلة. تفوقت على نفسها. لازم نكافئها مكافأة كبيرة ها؟ أنا موافق إنها تسافر تتفسح على حسابنا. تفهمني طبعًا. مفهوم يا بص. وما عنديش مانع أختها تسافر معاها. علشان ما تزهقش في الغربة لوحدها. احجز لهم فورا. مش عايز دقيقة واحدة تأخير. تمام يا بص. معتصم. معتصم. أنا محتاج أعرف مين اللي ضربك بالنار. معتصم لو مش قادر تتكلم شاور لي براسك. ليلى ضربتك بالنار؟ على إذنك. تمريض.
ليلى، أنا بعتذر على دخول البيت من غير إذن. أنت عايز إيه؟ مفيش. نبقى أصحاب ونتعاون سوا، حاجة بسيطة يعني. أنا مش هتعاون مع مجرم. لو رايحك تقولي عليا مجرم أنا ما عنديش مانع. عندك تفسير للقتل غير إنه إجرام؟ اللي بيغني في الحمام محدش بيسمعه، عشان صوته يوصل للناس لازم يغني في حفلة. صوتك وحش، محدش عايز يسمعه. أبقى عملت اللي عليا. مشكلتنا إن كلنا بنشوف الظلم ونلعنه بس محدش بيقاومه. بالعنف؟ بالقتل؟ لا، بالعدل. دي فلسفة أنا مش قادرة أفهمها. لأنك مش شايفة الحقيقة كاملة. حقيقة إيه؟ إن في ناس فوق القانون. عمر مثلا عندك شك إنه مذنب؟ أنت نفسك خسرتي قضيتك قدامه. ممكن تدخل في الموضوع؟ عايزك تقربي لعمر وتقولي لي كل أخباره. عمر قدم استقالته ومش هينفعك. لا هينفعني، عمر مش هيسيب الخدمة. وما تسألينيش ليه. وأنا مش ممكن أعمل كده، أخلاقي ما تسمحليش. يا ليلى، الظروف بتكبر البني آدم يعمل حاجات ما كانش يفتكر إنه يعملها. وأنا ما عنديش حاجة تكبرني. عندك ابنك. أنا عارف كل حاجة عنك يا ليلى، وعن طليقك وعن ابنك حمادة، وعارف إنه بيت الليلة عند أبوه 9 شارع عدن في المهندسين، الدور الرابع شقة 8. شفتي بقى إن في حاجات تكبرك تتعاوني معايا يا ليلى؟ مالكش دعوة بابني خالص، ابني بره الموضوع، انت فاهم؟ عملتي كده ليه؟ ده انا قلت مش هتقدري تعمليها. انا مش زعلانة على المصري، انا زعلانة عليك انت. ما كنتش عايزة رجلي تيجي في الخيم. انا ما قتلتوش يا شهيرة. انت بتقولي ايه؟ بقول لك ما قتلتوش. امال عملتي ايه؟ قلت له على اللي هما بيدبروا. يا مصر برجو لو احنا بحبونا. ما انا عارفه، هو ده اللي مخوف. ما تخافيش، لو في حد لازم يموت يبقى انا. لا يا شهيرة، انا ما اعرفش اعيش من غيرك. خلاصي خالص، بس برجو جاي وهيتفتح بوك. كل ده رغي ايه؟ عشان بعد عوي كده ما انتوا ليه النهار في وش بعض؟ ما بتسيبوش بعض دقيقة. ده انا بتهيألي ان انتوا لو هتموتوا هتموتوا الثلاثين سوا. قال ليه يا شوش؟ مالك؟ خفت ولا ايه؟ ده حتى الموت علينا حق. مش كده يا عزة ولا ايه؟ ما تيأسش من رحمة ربنا. أنا عملت حاجات وحشة كتير، حاجات ما تتقالش يا مولانا، مش ممكن ربنا يغفرها. ده مش صحيح، ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. المهم تكون توبتك مخلصة لله وتلتزم بيها. ربنا ما بعتش الرسل والأنبياء لإدانة البشر وعقابهم، لكن علشان يهدوهم وينقذوهم. في ناس مش ممكن انقاذها مولانا. مين اللي زرع البذرة دي في عقلك؟ وسعت رحمته كل شيء، باب التوبة مفتوح لحد ما تطلع الشمس من مغربها. لو عايز تقرب من ربنا هيقرب لك وياخد بيدك. سبتهم بيحاولوا ينقذوه وهيعيش؟ مش عارف، بس حالته صعبة. وليلى أخبارها إيه؟ اختفت، كلمتها ما بتردش. بس ما ظنش هي اللي عملت كده. زي أبويا برضو، ما ظنش إن شريك عمره يسرقه بعد 20-30 سنة. تعرف تنقطنا بسكتك؟ هو كلمة الحق دايماً كده بتزعل.
دمك تقيل على فكرة. قديمة، لو عندك حاجة جديدة سمعها لي. مش اي حد في المخدة غيرك. ارجوك اديني الموبايل بتاعك، لازم اعمل مكالمه بسرعه. الموبايل ما فيهوش رصيد. انا واثق ان في رصيد. طب هات 100 جنيه. المحفظه وقعت مني. يلا عم امشي من هنا، امشي من هنا. صدقني انا لواء شرطه بجد. بص عليا، صدقني في مجرم قاتل بيطاردني. يا عم ماليش فيه، امشي من هنا، ما تجيبلناش البلاوي بقى. أنا مرهق أوي وبقالي يومين مكلتش ومخدتش الدواء. أبوس إيدك وإديني الموبايل. أنت مالك متمسكن عشان لوحدك؟ بس لو رجالتك معاك كانوا هيبيعوا ويشتروا فيا. لا، أنا مش هخلي حد يجي جنبك، بالعكس ده أنا هكافئك، خدها مني كلمة شرف. هي في كلمة شرف دلوقتي يا سيادة اللواء؟ عندك حق. خد دي اكتر من 100 جنيه اللي انت عايزهم بكتير قوي. بس مكالمة واحدة. الو، انا اللواء صالح يا عمر. سيادة اللواء، انت كويس؟ انا تعبان، تعبان قوي يا ابني، لازم تلحقوني بسرعة. انت فين؟ انا فين؟ قول له في كومباوند الزهور في التجمع الخامس. في كومباوند اسمه الزهور في التجمع الخامس. هو تحت الانشاء. لازم تتحركوا بسرعه يا عمر. المجرم المجنون ده بيطاردني وممكن يوصل لي تاني في اي لحظه. بسرعه يا عمر. مسافه السكه. الحمد لله اني سيادة اللواء بخير، والا كان هيبقى شكلنا وحش قوي لو جرى له حاجه. مش هتطمن غير لما اشوفه. ماشي، بس هدي سرعتك شويه. السباق مع الوقت. ايوه بس ايه ده يا عمر؟ لازم نلحقه، لازم نلحقه يا نصر. يا عم نلحقه في الدنيا مش في الاخره، مش عايزين نموت. هموتك ايه يا نصر؟ في ايه؟ حاسب حاسب.